رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. إن شاء الله وكتاب كان بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. ما أنت وحنكب الله بينا باب صلاة المسافر والمريض. صلاة قفك مسافر كسيدب وتكنيا هي مريض كأوقفك يسقونا جرن. باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لعائشة أول ما فرضت الصلاة صلاة وحي الله فرلي لي وحي هيت ركعتين لا والله ورع صلاة مركي هوري اي وحى الله فرلي لي يد الله ورع فوقرت صلاة الصف السفري سفر كصلاة دي سوى الصغير اللبدي بالودعي وأتمت صلاة الحضري نجادي صلاة دي سين والرمست متفق عليه بخاري مسلم أي وريي عائشة مركة صلاة دقاب كله واجبي أي كالله يسعي ومركة ورسالة اللي تكون يي لبلبر عضو بيهيد في مكة لكن الرواية دنبع سيحة دين إيسا لكن مركي دنبع صلاة المسافر كان اللبدي اللي وداعي وطهر كي عصر كي عشائي مغرب كي الصبح يو صبح داول بلبو أها مغرب كنا واسطه وصبته اللي وقد دقي سينا حديث بينه الشيطان لكن صلاة دي كالي رباعية دا أفرافر تهاب عصيدي اللي قصوكي اللي وداعي كوي واجب كان ولا نقاجي ولا رمستر سلسل. وللبخاري بخاري وحوسقنا ذي ثم هاجر يعني كاس مكة يهيد ويلا والله والله ثم هاجر وهجر ذي الرسول صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا مركاسا لواجبي أفر يغا صلاته يا أفر أفر ففرض أربعا وقرت صلاة السفر على الأول صلاة السفر كان وحلو داي سيدي حرم مرك رواية ناسية عدي سي. وزاد أحمد إمام أحمد الحسين زيادية إلا المغرب مغرب كمؤقية وفإنها مغرب كوا وتر النهار وما لنت وتر كذا صلاة وتر كتر إسلير بالي هذا وتر كما لنت وحوي وتر كذي ما لنت وتر كي وإلا الصبح صبحين مؤقية وفإنها إذن تطول فيها القراءة قراءة الله يعني على بعض هذه مذبة صبح وشيء sababta subaxa looga dhigay laba raqacadood qirada dheer marka qiradii oo dheer haddana raqacadihiina hadii la badiyo marka waa la fudeeyo laba laga dhigay qiradiina waa la dheereeyay waa qodob maghrib kana sadax weeyo maghribku bimasaaba wuxuu u yahay sida salaada habeenka la dhigay witr ha lagu gabagabeeyo ba maalintiina iyadana witr camal buu u yahay oo sadax weeyaan marka iyadana sideeda lagu daayay sawaab axmed. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحوها يقصر في السفر رسول مركة وكجر السفر صلى الله عليه وآله وسلم يقصر الصلاة صلاة وقابين جر ويتم ونقدم يستري جر مركة ويدعي جرتين وقابيو يين ونقدم يستري ويصوم وسوم جر ويفطر ونأفر جر marka wax waajib ma jiraba lagu tus yani arinta musaafir hadda tahay inaad dheereysatii inaad gaabsataba waa laba wajo kuubana inaad soontii inaad afurto waa laba wajo kuubana laakiin sidee badnayd baa marka la hayaa sida badan uu noo sheegi doona dhankee loo badnaa oo laakiin inay dhici jirtay wax su'aal ma la way dhici jirtay wey rawaahu ad-Darqutni الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول لكن حديث أهان حديث كنه وضعيف شيخ الألباني ضعيف لجامع صغير أي كضعيفي
والمحفوظ عن عائشة من فعلها لكن وحل لحفظ سيها إلى لحفظ وحوي عائشة إنه سنحديث كان مرفوع الرسول كهو أهين عن عائشة أن النبي كان يغسل ماشا كان إلى عائشة أيه حديث كوكويا موقوف وقالت وحيتري إنه لا يشق علي كل ويديو إلى عائشة رسول صلى الله عليه وسلم مسافر كياهي صلى الله عليه وسلم جري صوم كان مسكافر جري أدو ما تسيري سميسي وحيتري إلا أنه أن إنه لا يشق علي أنا قريب معي مرك يدا ديرينجر تسال هذا يدي أصحابك أبا مرك الربان ديرينجر مرك أنا ما يدي بيت مرك وهاي يد مرك هو أركتا قفكي مسافر كسال دي دير دم يستر كذي يا تمام نما ذي إن إتاي إنتي أفرطا هين لقدو لكن إن إت رخصتها مرك الرخصة قفكي دي أما عاجسة أما الربان وسكا سلاسي بركس إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي لكن مسألة المسألة ما هي كساب سنة وحال لي ومسألة كساب سنة سنة أهانه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مركوا صحيح إنه يا حديث كني أخرجه البيهقي وسنة البيهقي وأنا صحيح وشغل البني والصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوعد إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه رخصه إن الله إلهي تعالى سرية يحب حوج عليه أن تؤتى إن لقاته رخصه رخص ديس إن لقاته رخصة فصوع لوسي أو ما رقتي قفت عمل لوسي مرك وحي لوسي قاضه كما يكره سدى أنعي أن تؤتى معصيته سدى أنعي إن معصي ديس لقاته يعني إلا معصية استوى معصية الله سمي يسدو أن عبيه أي أياه وحوج عليه هذا وحي الرخصة له سيء إن لقاته رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان أي شيخ الألباني صححه الجامع الصغير بكسطية وفي رواية كما يحب سدو أج عليه أن تؤتى عزائمه وحيابها واجب كي أصل كائن للي ماذا سدو أج عليه رخصة إلا للي ماذا أج عليه هلا وضع أن الصلاة هي واجب كصوم كسيد أنتي سوى واجب الصلاة هو واجب إن الدرجة بأمركي وركن وكل اللي جوجو ولا النجية هي واجب كوا لكن أبدا مسافر تاعي حلو سيء فضيت كله فضيت كان قاضو مركب مسافر تاعي حلو سيء فضيت كله أو إن أسك أفر تاع صوم ما أسك أفر مركب سيد وجع ليه واجب كعزائم تو مركب وحيابة واجب كل أتكي سيد أجعله إن لقاته ورخصه إن لقاته وجعله يومارت وجعله أمر دنك لسيد أن عبيه معصيه إلا لي ما دب وجعله رخصه إن لقاته طيب وعن أن عزائمت وشبك مركشي أضاق أقول لك واجبك عزيمة واجباتك إن لقاته وجعله رخصه إن لقاته وجعله وعن أنس رضي مدول المركب ماشا ذاتي الله قاته وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم معنى هذا الحديث كاهر إن هذا المر وضع سمينيش يعني هل مربلا وذجعليه معنوه ما واجب كنا السمية سن مركا مركي سنة ماشي لو تلقى لي أو مركا مسافر تاي كفا إيدي سن مركا نقيدة هين وحي لو دري واجب عن السمية واسدا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحا إذا خرج مركبه مصيرة ثلاثة أميال صدح ميل ميل دا مركبه أو أمس فراسخة فرصخ يعني أفر سونا وحويا فرصخ وحال إلى ذا أريفوف نوال دهان مرحلة أريقو انتو فوفو مال انتو وصعودو قابو وصعود نوال إلى ذا يعني حلي قاس عكاله يدونا الفرصخ وثلاثة أميال هل كيف فرصخ باوحون نقول يا مركز صدح مايل وفرصو يعني ثلاثة أميال أو فراسخ هديو انتو صعودو صدح ميل وقاوب أي وحكو حساب سنجرين أما مارت فرصخ سونا ثلاثة أميال هل كيف فرصخ مركة ثلاثة فراسخ وحين نقون يسا تسعة أميال سقال ميل بين نقون يسا صلى رقعتين لما رقع دود بوتو كنجري رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ارتري أحقه سعدت في رسول قيل في حد الميل يعني ميل كهذا عن شنو نريد ثلاثة أميال صدح ميل بانيلي حديث قارك وحدك كيبا
ميل محل إلى هذا سيان أفهمنا وحل إلى هذا أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أهو رجل أم امرأة أو غير ذلك يعني مثال أهم بعلماء يعني ميل انتين أوران كرنا هل ميل وان ميل يعني وحيدا وحال أوران كرا انت أقف ميل سمن أردل أهم جيدة لهين أهم بورا لهين ميل فق أتفيرس الروح تاغن أتكلا جرمو إلى الروح هاسي منين با مسوا مرق با مسوا طمر ما كلا جرين انت اسبا هل ميلا طيب قدر انت صدنا هل كلا دنا كسي در نقول لكم مركو مركز سميه ما بور ليدا نو كلا ان جوغني نقول لك ني سنات جو على سوق هذا بير ليدا وما ركت تو حدا اسكا هايو ارجيت مركا صدح انت سو لستوا دغاي صدح لا انت هتو سوقو رسولك صلى الله عليه وسلم جاري انت امرك بصدح لك كبغو صدح امرك ضاف تسمي معني هذا وحنا قنايا دي مغالدي وانت مغالدي هذه ومرك كتكتو يعني مغالدي هذه كبحض حين اللي قاس الاوران كرا مسافر قال امام النووي با وحلو هو 6000 ذراع يعني سكل علم هو الى خير السي عد وتذالين حيابان اطوح له قياسي بابور اردي ودي درب وحلو قياس سكري وديارد يمجرد يعني بشبير امام النووي حلو يهي وستة آلاف ذراع لحكن أردن يعني يا شو من كرا يا أنت مارت كسر شقين كرا أو أنت استبص عن كرا لحكن مارت صوص ذراع بعدنا لسي شهلك الذراع وأربعة وعشرين أصبع يعني أفرق إلا باطن فرط ويبنى لاستوات لغي فإيضنا نقول يعني ذراع يهدي لسي والله طيب يضنو سوى الله سيج الجميلية المهم والفرسقنا 3 أميال فرسقنا وصدق ميل ابن القيم وحوري في الزاد رسولك صلى الله عليه وسلم محذين أمدي مسافة للفطر والقصر يعني مسافة قعان أولي انتهي انتهى لو محذين رسولك موزين أي حذين صلى الله عليه وآله وسلم بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض ويقولون كسي داي أرقا ولو داي سفر بالي سفر هذا سفرتان مركا سفر كاسنا انتابوا نقونا يا ويقولوا وما رويا من التحديد باليوم واليومين والثلاث وغيرها فلم يسعن فيها شيء البتة يعني إن مال للسقط ليلة ما لهم المضمير للسقط انت سفر ليلة تاسي وحان صحيمة وجواز القصر في تضويل السفر وقصيره يعني إن بناتا إن لقابيو صفر كاليريا صفر كالم هو مذهب كثير من السلف وإنت بدأ المذهب كودوية طيب المهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة الصفر انتهى العرنكا سيدة بوا مسألة مهمة وضدك سكوكا قبسلان صفر ما حقيا حتى مركز مقالدة نجونا حقيا صفر وحا صفر عادة دتك جوج مجال داس يا وطن كان كنور وحي أي سفر يا قلنا إذا أمي مسوامتا إيه كل اللي سكسوا علينا وحي سفر لو يا قلنا ما أنت مركز مركز أنت تبحلو إيه مجال ده هذا كد جوله كد حبحلو مجال ده هذا بس وين القيب تي عاد كد بحلو لو يا قلنا عاد سفر وحي لو كرتو ما أنت وان سفر على رد كرتو دتك سكوا فقسيهين وسفر ويا طيب من السلاسة وفي عن الواحد إيه وعن وحال قوري أنس رضي الله عنه قال وحوري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أيان لبحني من المدينة إلى مكة قال ذا مدينة أيان نكبحني إلى مكة أيان نؤدني فكان وحوها يصلي كيتو كذا رقعتين رقعتين لبلبا رقع ذات بتكني واصلا دي أفرافر تهاي حتى رجعنا إلى أن كسوان نقن إلى المدينة مقال ذا مدينة أن وصول الله بنو متفق عليه واللفظ للبخاري فكادي مسافر لي هاي صلاة الفرفر تار لبدا ستكن كرتا وكوفي عن ولي مفضل بل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحول ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك كنا قادي 19 يوما سقال يتبن بري أما طبانية سقال بري أياه نقا يقصر سوى قابنا مكة وفي لفظ بمكة لفظنا وقوها مقالة مكة 19 يوما سقال يتبن بري أيو جوغي رواه البخاري
عام حجة الوداع إيو فضح مكة يعني رسولك صلى الله عليه وسلم سيقال يتوان بري انت وجوه ومروى البنين وبحقوه رويي وسلاة وسيقى بني موسى مارت بيرين مركة هلكا وهكا غسوا بي حدنا التهم كيدي وقت يدا حديثة كلاو وينوس وصوتا يدا نغزو دي طبوك إيو انت لمدا واركي دونا. وفي رواية لأبي داود 17 يضع هي تضبية تنبري أي جامني في أخرى 15 شن إيه تنبو جامني ولو عن عمران بن حسين 18 وهي سديد يتوان مدن هو ضعيف ضعيف أبو داود. ولو عن جابر وابن عباس جابر وحوس قال إنه يلي أقام بتبوك 20 يوما تبوك وحجو رسول صلى الله عليه وسلم 20 يوما لبا تنبري يقصر الصلاة صلاة وقابن أيوه. رواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله أي لسكوة لسكو خلاف سيهي إنه يهي مارته موصوله والحريري ونبي الله جارسي صلى الله عليه وسلم وأنا صحيح الشيخ الألباني سبب أبو داود يغير كي وكو صحيح هل كان مركز أدلة مركز كسو أروريسو وحاجرة إنت بدن فوق هذا وقت بقى السمايان وهذا الميل حتى تكتو أفر بري يا أفر بري بعد قامي كرتا وحيك كدير نمارت وصلاة داد ودير حسن ودو جيدا رسول صلى الله عليه وسلم ولو تنبري ميل جوغي تبوك أما سقالي تنبري جوغي مقالة دا مك ومسافر وإنت هذا نقابيني ولماذا مارك قاربا يوم وعيد عدين حد أقول ديري واسقالي يطبني لالواتا وعيدا وأنت نبي الله محمد الله وارك صلى الله عليه وسلم وعكر راجح حسن متاس إن أنت بعد مسافرته والله رنك رقف كان هو مسافر وعن نقضو الروا ومسافر بات وقاب سنكرت الصلاة مارك وحبك ومحرنا لباتن بريئي صدن بريئي إيطانك ومحرنية حتى بعد مسافرته وضربتين أطبحه ماشي أنا كتك توارفتها لكن وحبا أوليك على حيران فسروا ولائهين وحد نقول إيسا إنا سفرت إنا دو حد جلال قاب ستة ودعوه طيب لكن قفكم من الأول بمرك هرابة حتى هنا نقاتم مدو أي كوكو جرتب مرك هرابة حكوكو جرتب ماشي أرضي باطي مثل جامعة باديتا ودن قاقي مجوكت ودن كالاتكت ودقاك لكن أفر سنة بار بين جوكت الله بس أنا 2 years بار بين جوكت 1 year بار بين جوكت رسم جوكت ومركا هرب عدكو كالسون تاين جوكيس سلاة دادوا دي رئيسا نيسا موردي سمسافر باناي وحكامت السفر كانيسا سيداس علماء سادنا رجحيا قارني وحيليهين انتي بوقفكو ومسافري هاي هوتو صحاب رسول الله هو لوريا قال أنت صوت صفرين وبلها يميل سوء عادين إلا لح بلوت صلاة الجابيني ومارت إنتاس أو سعود وعن أنس رضي الله عنه قال ضدك لكن تصالة أنك سوء قادنا هذا إنك صفر ميلان أنس فوق كلي يأهد بطا ضدك قال سك سعود وحلك سوريق ومام مالين بميل وكلا قوش ضدك سوى مسافرين إنت ربان بيس إيه قابين كران وقت أمقون مسافرين وي ما اللي متكن طيب وعنا سن تراجلي ذا أي يوم مسافرين على بعضن سنة تدم تراجع وتو مسافر بس كده وده ما اللي بكون دعين يعني ما هنا المجال هذا سوي تكمل الله state to state تدو كلا صوتا مارك مسافر هو بيسو الله ما هنا لو قرن هرا مدة درب أم بديه فلان أم بدي ما وعنا أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحها إذا ارتحل في سفر مركو جورو إذا ارتحل مركو جورو في سفر قبل أن تزيغ الشمس أنت هنا قرحظو أن تزيغ الشمس أنت هنا قرحظو زول وعن وسط السماء زول وحلقة وضع يعني صلاة قرحظو دوركي ما كنت ما طوي لا كركا جن أي تاجنت أنت هنا ولدنا عبلا دين عودة إلهي أنت هنا عبلا نوصلها قبل أن تزيغ الشمس هدو انت اذا ارتحل في سفر هدو قوريو قبل ان تزيغ الشمس انت نقول رحضو طهركي قارن عمى هدو قوريو اخر الظهر ظهر كدبو ديت
xajar weli lama gaarin duurkii, marka uu iska guuraya duurkii wuxuu leeyahay waxaan casarkan la tukanaynaa, ha akhara dhuhra ilaa waqti alcashr yuu dib ugu dhigi jiray, uma nazala wuu degi jiray, fa jamaca baynama markaasuu maqrib iyo cisha waxaan ujeedaa duhur iyo casar buu isku darsan jiray, fa jamaca baynahumaa duhurkii iyo casarkii buu isku daraya. Tee la hormarinaya marka la tukanayo tii horeysay sax, yani waxa ugu fiican waa inaad qabsato weligaa meesha oo laisku khilaafaayo waa lagu wareeraa. Xilliga teen salaad way taagan tahay, xilligeedii baa taagan, salaadna waa lasoo dhaafay. Teed hormarin tii horeysay hormari, sidaasaa loo tukada. Fa in zaagat ashamsu, haddii qoraxdu ay zuusho oo duhur la dhaafo adoo nagi, waa sida adoo weli nagi oon guurin, haddii duhurkiiba uu soo galo oo la gaadho, idaa zaagat ashamsu qabla an yartaxila, intuusan ruuxu guurin, salla dhuhra markaa dhuhurka wuu tukanayaa, uma rakiba dhuhurka ayuu tukan, marka maxaa laga wada adhuhra riwaayada soo socda sheegi, uma salla dhuhra maca alcasri. Waxaa rabtaa inaad hadda waad nagidahay, qadadaadii baa ku diyaarsan, waxaa rabtaa intaad iska qadayso ood si fiican ed haddana inaad dhaqaajiso soo maa dhuhurkaagii casarkaagii hadda isla tuko uma rakiba markaasuu kori jiray gaadiidkiisa. Mutafaqun caleyh. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح إسناد صحيح إن شاء الله يسويه يلي صلى الظهر ظهر كأيوت كذي والعصر عصر كي ثم ركب ها مرك رواية باصية عدايس ظهر وحوية عصر كي وزلت كذي ثم ركب مركز وقادي يسكر ولأبي النعيم أبي النعيم وحوسا في مستخرج مسلم مستخرج مسلم وحيابها اللي هذا مستخرج كتاب كاس هو مستخرج هي المستشر أبو النعيم مستخرج فلان مركل لي هي وحال اللي هذا نين حافظه هو ضد حفاد حديث ككمدة با انتو يما دو حديث كتاب كله أكهر يي بو حديث دي بو صوق قاضي مركل الرواية وغير الرواية الحافظ الأول لنكي هرأي كتاب كسمي رواية دي سانة مثل سالة صحيح مسلم وكتاب صحيح إمام مسلم مركا الرجال بوحك وريي وحدثنا فلان 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 إلى النبي اللي جيو أي ساء ووذي أبو النعيم وكلبا يميد وسونا حافظه كتبتي حديثي يقان سل حديث كي مسلم أي سونا كورنا يا إتكالي ونكي مسلم كوري يا مركا سيدا سوحل لذا مستخرج مسلم بيا ويسون كويلي كان وقوع إذا كان في سفر حديق السفر كجرو أو في رسول كوي صلى الله عليه وسلم أو فزالت الشمس قرحض أيزو شو أطور كلا جارو صلى الظهر والعصر جميعا طوري عسل بتكنجري ثم ارتحل مركز الجورج مركز البقاجنج والمغرب والعشاء معا يدنوا الروايات كلام مغرب كي عشان وسكو درجر ما عن يجنا هالمر بودت كنت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وبدأ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول كأيام وحن الرعنة في غزوة التبوك غزوة التبوك بان الرعنة فكان وقوع يصلي مت كذا الظهر يو العصر جميعا يعني جمعا وسكو دريب تكنجري والمغرب والعشاء جميعا أي جمعا مغرب عشانا وسلت كنجر لبض رواه مسلم. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحر لا تقصر صلاة صلاتها قابنين في أقل وحكير في من أربعة برادين يعني أفر سعضال أفر قلي سعض بردك وحال إلى ذا يعني قبو أفر قبو الصعود مركو حالي لها الصبح إنت الله بحق إنو حقا إلا إلا بان أوكالا أما إنت طورك كوري سلت دقو إنت سأل لي لها الصفر وقيد مركو دي مركو صعود أور إيو قفل وغينا يا إنت الكو كارا مركو إنت سأل بردك قبو بار قبو صعود من مكة إلى عصفة وإنت سأل لن تحي ماش مركو لقياسو ماش الله صعونا إيو مكة إلى عصفة وميل جدة مطار جدة إيربوتك جدة أي لسه من تقريبا
marka waxa la tilmaamayba waa in jidda iyo makka intaas waxa la socon jiray laba maalmood tariiba afar burad soo yani afar qabow socod waa in subaxii la socdo gaab luuxoogaa la dego gelinka dhexe meeshu buuralay dhib badan wey oo kuleel badan haddana galabtii la caraabo haddana beri labadaa jeer la kala socdo subaxii iyo barqinkii ee waxaan jiraa gelinka hor iyo gelinka dambe sidaa loo caraabo marka xadiiskaas ورواه طارقني وإسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرج ابن خزيمة وأنا ضعيف كان ها ضعيف وهي أفرت أبرد متك الشيء يعني ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قال الشيخ الإسلام نمبر 1 هذا في رسول ابن عثيمين بوح سوق هذا الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله إنه لم يرد تحديد مدة القصر لا مسافة ولا زمن قصر وآسلة قابنت وحلو سميي مجرو ووقتها مسافة الوقت أما زمن وأن هذا أمر يرجع إلى العادة والعرف أريد صفر كوحال ولا الله أبنى أريد دوانا الشيئين أريد صفر كوحال ولا نقونا يا عادة يعرف فيما سماه الناس صفرا فهو صفر وهي تدكو أي دهان وصفر وصفر وما لم يسموه صفرا فليس بصفر وهي تدكو دهان ألا لكن صفر ما هنا صفر ما بكورك صفركو هل كاكا حرمو إن شاء الله تعالى طيب وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول خير أمتي أمتي إذا كو خير بلان الذين واقوا إذا أساءوا مركي دنبابا مركي دنب كردعو استغفروا ذنب داف إله ويدستان طيب وإذا سافروا مركز سفران قصروا ويكابيان وأفطروا وين أفران لكن أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وأنا الشيخ الألباني وضعيف ضعيف الجامع سلسلة الأحاديث الضعيفة انت بوكو ضعيف مركز مجركا طيب وهذا في مراسيل السعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا نوق صاروري وعن عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي مستجاب الدعوة ذا شرد انه يسوي عمران بن حسين قال وحوري كانت بي بواسير اذرك بواسير تليل هذا بان قبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة رسولك ايا وحوري دي الصلاة فقال وحوري صلي يعني وحوري دين مكي كريم مكي عجرين سكجيف مركب فقال وكوري صلي قائما أذيك أو تاغن تكو عمرانو فإن لم تستطيع حتى هذا أودين فقاعدا فردك إسكي تكو فإن لم تستطيع حتى هذا أودين فعلى جنب بنعدين إسكي تكو الرواية كلا هذا أود ويدنا الشهر إن باهم كإشهر مركب سيدة سوي صلاة مرنا كعب عميسو انتي بالحسكة وجوه هل إذا أنت حسك علي ترين كاوج وصلاة مدى عيسو طيب رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه صلاة مركز سيدي أدو أود أدو تكتن سوء الميس تتفردق ونكو أود تفردق أدو تكتن سوء الميس تتشيفك أو تشيفك أدو تكتن سوء الميس مركز سيدي أسوء وعن جابر رضي الله عنه قال وقبر عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك هو صوب وقضي مريضا ننجي الرنب صوب وقضي فرآه وارك يصلي سوى تكني على وسادة بركب كتكني فرما بها وكتوري وقال وحكول صلي كتك على الأرض الأولك إن استضعت هداد أبوته وإلا ديك لفأومي إيماء تتسابك غسان تتبرك انت قاد قادس فأومي إشار إيماء إشارت ووجه سيده لك يعني وصف فرصه واجعل وحد كدكت سجودك سجود هذا أخفض مدك وصيص من ركوعك الركوع هذا كوصيص رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه أي أبو الحاتم الصحيحين وموقوف وياي لكن شيخ الألباني وضع وصحيح حديث كان شيخ في تمام المنة في التعليق على فقه السنة إلى غير كيبة وكل صحيح طيب مركا قفك دو جرين هاي سيدي كو سيداس لولت لي عمران بن حسين فادينا تلقوا هدي اد حنوسن تاي سيدي كو سورودا اوتكو لكن نكاس قياس بو سميستو مركو سو سلام الرسول صلى الله عليه وسلم
buu arkay isagoo rasuulka arkay ninkiioo salaad tukanayo barkin intuu soo qaato buu isagoo isagoo iska fadhiya buu barkinta wejiga soo saaray. Marka sidaas qiyaas bay la noqotay, rasuulka sallallahu alayhi wasallam soo qabtay buu iyadii dhanba ka tuuray. Marka taasna waa in la saxo qofka, rasuulku waa sixi jiray dadka markuu arko ruux isagoo khaldan waa inaad saxdo. Ibn Cabbaas markii uu la tukanayo dhinacan uu ka istaagay maaragtay intuu soo wareejiyo u dhegta qabtay, gadaal gadaalka soo wareejiyey buu soo saxay, xag buu soo mariy. Nin kaloo mar uu arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam labadiisa gacmood istul saaran oo gacanta bidixdii ay maaragtay ay korayso sa intuu u kala furay buu midigta u dul saaray oo iyadii koraysay. Marka waa in la saxo qofka soo salaada ku jira soo khaldan hadaad aragto waa saxaysa. Tayib, سيدي كو سورة قشان أتو كنيسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رسولك عيان أركي أو يصلي تكني متربعا. رسولك أو متربعا أتو كني من أركي فدا خياريت سيدا هدش محمد وفردي وحمزي قاب كاسا ليلة لأنه قفك صلك انتو رلوك دكتو لغانا إسباف صدو مركز سيدا سوالو تكن كرافردي دواركتونا رسولك سيدا وتكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم متربعا سوى سيدا وتكم رواه النسائي وصححه ابن الحاكم شيخ الألباني وصحيح صحيح النسائي غير كبا وكو صحيحي. باب صلاة الجمعة حير باك قطرين إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا أبو هريرة عبد الله بن عمر يا أبو هريرة رضي الله عنهما أنه ما لبضوض سمعه وحيم قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رهي على أعواد منبره منبر كيس قريه سو كتاغ يعني منبر كجيري سو كتاغا أيا وحيري لينتهين أقوام ولا تتويدين دونا لينتهين ويدين دونا ويكرر بمي دونا أقوام دون عن وضعهم يعني كتريدو الجمعات جمعات كأي كتاغين أو لا يختمن الله أما إلهي بعد دبول الدونة على قلوبهم قلوب طول ثم لا يكونن وحيهان دونان من الغافلين تدك هالمام وكرد عي غافل تدك سيكوبي ريانه يعني وحلي لذوا مع سيدة رات كيذا كمدا مع سيدة رات كيذا أي ريبتو ديات كتكتو جمعات يعني جمعاتي صدح كلامه وشيء حديث كا يعني صدح جمعه ويسكت حقه قفك كتجا وبدأ مسافر أنا هنا وقص وقت أشوف مقالة سكت شو صدح كتجنا ومنافق إن لو شيء صفر النفاق مركو الرسول لا ينتهي أن أتبل وقت كي حق النحو هذا مركي ليلا لام نحقه ورا لجيري نونو توكيد نحقة تنبال لجيري ولماذا إني ورا مركي فسر يعني صدح جرب إنه توكيد كقول إنجيل لا ينتهين ويكرب بميان ويكرب بميان ويكرب عن ويدينيان 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 عن ودعهم الجمعات كتيدا كتجيان جمعة أو لا يختمن الله على أما إلهي با ختمة يا ختم وحوى ودبولية وحرية 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 على قلوب القلب غض قلب غض والحر خير جل ما ثم لا يكونن مركزين نقنيان من الغافل تقلب هذا اللي حرق قفكو غافل وأهل منسين حرق قفكو سمجو رواه مسلم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال وحن كنا وحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة جمعة من رسول كلت كنيني ثم ننصرف مركزان وقدوم جرني وليس يسوس نسقنا للحيطان تربقة ظل هر أو يستظل به الهارستو هر الهارستو سواء لهين بانو قدومي جب مركا أنا سيدا وقت هورابا لتكون جري دورك وقت جمعة وقت هورابا حل هورابا مركا سوقشو حل هورابا يا لتكون جب متفق عليه ولفظه للبخاري. جمهور أهل العلم على أن لا تصلى إلا بعد الزوال يعني جمهور علماء حقبا جمعة إن لا تكنين إلا بعد الزوال يعني إن قشوا دور كسوق قلم وهي هل كورة يما وقالوا حيد هذا إن أحاديث إن الأحاديث عامة وقت الظهر وصلاة الجمعة فقالوا على الأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كما تشمل الظهر بالاتفاق فلا تصلي إلا بعد الزوال. شغل مثيمين بسوقوري
يعني حيلي قاسة لتو كذا. طيب مرك وحا لقوة داوانو قدومي جرنو حركو مالا هين حيطان مقالة دا مكة وضركتين تدك أركي يعني هو هركا إنا السياحة رئيسة طوى أبا أنتها ووحياباتك يعني ونصير يدي حد إلا حد قليل كلا وضركتين ما لندو واجد وداد حاجك ودن بي أيام خصوصنا يعني قليل كنا آد بو أبطنا مركي جمعة داس ما لين أنكو سويتك أن مال ما أنكو سويتك أن يدي جمعة دا مركي لغا صوبحو هذا والله رتب بابور نمجر واجا أنا دي ما بجر هذا نفط إلى مصر دو هذا هو مد إلى بين تلا بديه بروح بابور يبقى أج إيمانين مرك والله رتب لقط الغد فناي مرك مر بمال بس يستاج مر بمال هنا تصير له حطوا كوي رأي استاج تقول هراي ستو كوه كنا ستو أيات سمعين إسا مرك سيدا سأيجنا هي ستي صعب رسول الله بابور لا بارش نمجر مقالون هذا دوي كل فك فوقي مرك والله كلا أما مكة أما مدينة ويدنا دبين الله بطيها يدنا بور ليدي كلا مركا متكي لجوغبا هركا سيدا سالوغو باها مركا ملا دربية دا بانوس كسي لح لحين جرنو انو كسي هر هرس جرنو لكن هر ديرو صوب حي مجر جر تاس وعيدان قولي مادو يعني دربي وولا هك هر ير او لو قيسة اوو جري ومركا عديث سوسو قطان كو عرقتونا لكن وحيو جيدان وسيدا عركن عرقلبيتك عملو انتو سورو مدو حقال لير فريسان كرو دربو صور ديرادو دوحو هروين كينو مجر مركا كاسان جري ولمسلم سلام بن عقوة مركا سيدا سبحانه يوم الجمعة كنا وحنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل يستظل به ملاهين هركاس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ مسلم كنا وحنوهين نجمع معه كوي جمعيستا وجمعة التي كذا. طيب إذا زالت الشمس مركي قرحض أي زوشو ودور كي لقارو ثم نرجع ونلابن جرني نتطبع الفيئة كان شيغيا نور راعين هرك نتطبع مركي وتربيق مريدي سأسكولوغ لو قاسا انتان تربيق سأسولي حينبان حقا هالكاسير راق جرني نرجع نتطبع الفيئة. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا ما ننهين نقيلك وقيل وشلا وصيح لما ننهين ولا نتغذى من أن ننقذ ينجرين إلا بعد الجمعة جمعة كده مركي لغا سوى الله ونبا ننقذ ينجرين ونقيل وشنجر وحقا سيح ينجرين مركا يعني نهر اللي تكنجر متفق عليه واللفظ لمسلم بخاري مسلم باوري وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدر ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة ما كنا نقيل في عهد رسول الله ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. طيب وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوى يخطب كي خطبايا قائما سوى التاغا فجاءت وحاتم من سوى التاغا بخطبين فجاءت وحاتم العير صفر باي من الشام قلت الشام باي صفر كي مادين فانفتر الناس إليها تطكيب عرري أو حق وجد ومن سفر رضي أو دربان كذا وطوع وحجر جراعي أو ديل ربي إن لبسوا جيت سدو بيدك واردين حتى لم يبقى أنتو صنبك جار الرسول كإلا 12 رجلا ربي يطمن كليه أيها كسوعب أنت قلنا تكوا عرينه سفر كاس الله أرضي يسوع حيا بهايم رواه مسلم تنوى مدة كقاتين ولماذا قار يعني خطبة ربي يطمن كاقف فأوير بعد هند كو أنسى حيس وأنا لبي أطمن كي رسول كو هري صلى الله عليه وسلم ما لين تأيلا مركز تاس نصح ما هو لجح وبني هاي لبي أطمن باكو هري رسول كو خد بني نواودي هدا يكير كو هري لهاي نواودي له سو كم تجين مركز هدي أي حتى وحال ولو واحدة كو هري له رسول كو خد بلو ونواودي له صلى الله عليه وسلم سيد مقطع اللي نحد مجر مر بنين بكعي مربنين بقى كعيب مركب ميل لو أنت لو أنت إسكسوها هذا إسكف اللي دمو وجي ما إن لا يري أنت هكعينا يدين خطبة أنت كير لو متوكن كريم ما اللي مدو حير هذان مذهب توارتي هالكعية قاركوت شاف يدي يعوسي على جو أفرتهم قفوا استوطنين استوطن مثلا نورك اللي هذا وستيزم ستيزم شيء وين هيستان باسبورك وين هيستان بالجوا ولا مركب أفرتهم قفوا ها
degan oo mustawt inuu guryahoodii degan oo iqaamo leh dee sacuudigii carabta kuwa joogana iqaami u yaqaanaan kuwa maraykanka iyo joogana citizenka waa inay haystaan marka sidaasay ka wada marka taasi waa arrin adag weeyaan sax ma aha wax sax ma aad baa loo fogay arrinta iyada ah ya waxa uu yar bay dhaheen culimmadu sida raajixa saddex qof haddaad isku heshaan khudbada tukada iska tukada khudbadii dadkan beniyadan iyo ka shaqeynaya in laga shaqeynayo meelaha la joogo haddaad saddex qof isku haystaan midkiin khudbaduna sharti maaha khudba dheer oo un carabi oo fulan oo ama soomaali ama ingliish in la aqro shalay hadda khudbaa lagu tukaday meeshan amazon amis waxay ahayd shalay mudaaharaad weyn baa ka dhacay oo waxyaabaha aad kuga cajab badan yani kambaniyada waddankan waxyaabaha qaar xayawaanaadka respectiga ay siinayaan iyo sida u ixtiraamayaan waxay dhaheen dabaq dhan baa aygii baa dabaq la siiyey hal dabaq baa eyadii la siiyey oo maarata halkaa inay ku baashaalaan oo qofku markuu suuq usoo socdo aygiisa uu dhiibo shaqada galaayo dad baa haynaya hal dabaq oo dhan baa loo gooyey dadkii muslimiinta ah ee salaadii tukanayeena hal qol baa loo diyey way ku tukadaan marka shalay runtii mudaaharaad fiicay aad u weyn bay ka dhigeen oo laisugu yimid oo khudbana waa lagu tukaday meesha marka habeen horey ii yimaadeen walaalihii meesha hawsha maamulayay oo maarata khudbada isay u tukan lahaayeen iyo waxaa la siiyey 15 minute khudbada la siiyey jaaniska loo siiyey waa 15 daqiiqo kutukadaa la yidhi war 15 baa idinku filan baan ku yidhi 5 daqiiqaad ku tukan karta hal aayad iyo hal xadiis sunnadii sameeya oo maaragtay systemkii kadibna hal aayad iyo hal xadiis hadaad aqrida u fasira wabillaahi tawfiiq marka si wanaagsan bay maaragtay maasha allahu ay ugu dhacday waana rajaynaynaa in dabaqa mid la mid la siiyo muslimiinta ay ku tukadaan iyagana haddii alla yidhi tayib walidaalika barnaamijka waxaa bilaabay laba walaal keliya laba walaal keliya bilaabay oo salaada loo diiday baa ka dhiidhiyay oo diiday marka walidaalika dadka kambaniga ka shaqeeyay iyo marar badanna waa niraana ha qarinina ma aha inaan muslimnimadeenna qarin ma aha inaad ugu isliido oo qaarkood ay kusoo tukadaan meelaha qashinka iyo musqulaha musqul baan aaday intay dhahaan gabadh maldhow meeshay ku tukanaysay ma xusuusta yacni meel aad yaabayso waxay tiri intaan saa idhaahdo ayaan waxaan idhahda waan soo tukan meeshaasaan galaa waan ku tukada marka adigu sheeg muslim baan ahay dhe waa salaadii baan u baahanay haddii laguu diidana soo dacwo oo soo dacwo communitiyadaada iyo warqad baa lagu qorayaa dacwaa lagu gelayaa marka insha allahu waxaa laga yaabaa inay faraj u noqoto dadka adiga kaa dambeeya inta hadda meelaha lagu tukaday khudbooyinka lagu soo tukaday iyo kambaniyada inta ugu badan waa in doodaa soo maray marka dambe la sii laakiin hadda adigu isqarsato waxaad qarsata wuu ku qarsadaa baa layidhi marka adigu unbaa ku dhiban oo isduleynaya mar walba tayib عن جابر رضي الله عنه كان يخطب قائما فجاءت عير طيب عن ابن عمر رضي الله عنه فانفطل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجل عن ابن عمر إن شاء الله تعالى هلك كجوجنه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.